وفي إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون وضبط حائز الأسلحة النارية ومكافحة جرائم الاتجار وترويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة أيضا الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد، أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال شهر عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال شهر، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة، فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 1610 عنصراً إجرامياً، ومصر عنصرين شديدي الخطورة بنطاق 24 مديرية أمن، والسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها سلاح، قتل، مخدرات، سرقة، وضبط معهم 963 قطعة سلاح ناري أبرزها 4 رشاش، 157 بندقية آلية، 104 بندقية خرطوش، 40 مسدساً، 655 فرد محلي، وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات الدقهلية وضمياط وبورسعيد ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 242 متهماً وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر 3805 قطعة سلاح ناري بحوزة 3241 متهماً أبرزها 2 رشاش و2 جرينوف و514 بندقية و367 بندقية آلية و167 مسدساً و2753 فرد محل الصنع وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة و485 خزينة إضافة ل 5207 قطعة سلاح أبيض، كما تم ضبط ورشتين لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلها أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال شهر في ضبط 8 تشكيلات عصابية ضموا 27 متهماً قاموا بارتكاب 30 حادث متنوع، كما تم ضبط 471 متهماً من العناصر الإجرامية المشهور عنها ارتكاب أعمال البلطجة، وتم كشف غموض 353 حادث ما بين خطف وقتل وسرقة بالإكراه وحريق عمد وانتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 514 متهماً، كما تم إعادة 57 سيارة مبلغ بسرقتها. وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 2,152,936 حكماً قضائياً من بينها 8,315 حكم جناية و 654,624 حكم حبس جزئي و 113,388 حكما مستأنفا و 1,071,309 حكم غرامة و 305,300 حكم مخالفة.